سيادة النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر. كان لازم تنورنا النهاردة يا سيادة النائب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلاً أهلاً والله أهلاً. سعيد دايما بالمداخلات والمناقشات السريعة معاك. أنا بنكشك طبعا، لأنه دايما أقول لك والنبي يا أحمد إحنا عايزينك تبقى موجود معنا النهاردة، تقول لي حاضر وتبقى صاحي من 7 صباحا، وعمرك الحقيقة ما رفضت لنا طلب ولا رفضت لنا دعوة. الحقيقة أنا شاكر جدا ليك، والحقيقة الحديث معاك بيبقى حديث سيء وما أقدرش أبدا أتأخر. الله يخليك الله يخليك. سيادة النائب أحمد مقلد، يعني كيف ترى الحكومة التي تقدمت باستقالتها، ويمكن أنت أيضا واحد من النواب الذين طالما توجهوا بنقد شديد للحكومة السابقة، يعني ما بين جنبات مجلس النواب وتحت قبته وحتى في البرامج وما إلى ذلك، كيف ترى الأداء بتاع الحكومة السابقة وكيف تتطلع للحكومة القادمة؟ خليني أقول لحضرتك، في كل قضية من القضايا ما كان يستحق النقد وتقديم بدائل أمنا بهذا الأمر، وما يستحق الإشادة أمنا بالإشادة به. الحقيقة مفهومنا لممارسة العمل السياسي قايم بشكل كبير على فكرة النقد البناء والإشادة بما يجب الإشادة به إذا ما وافق رؤية علمية سليمة، وده اللي كنا بنمارسه خلال السنوات، وده اللي هنمارسه خلال إن شاء الله السنوات القادمة، لأن ده رؤيتنا للعمل السياسي. الحقيقة النهاردة إحنا بنهنئ الدكتور مصطفى مدبولي، وده بسبب فهم شديد للواقع المصري والحقيقة التحديات اللي جبهتها الحكومة، وقدرت بشكل كبير إنها تحل العديد من الإشكاليات أثناء الفترة الماضية. الإلمام بدولاب العمل الحكومي وبالتحديات التي تجابهها الدولة الوطنية المصرية في التوقيت الحالي، سواء تحديات اقتصادية، سواء كانت تحديات متعلقة بأمنها القومي، سواء كانت تحديات حتى سياسية، أعتقد أن الدكتور مصطفى مدبولي هو الرجل الأنسب لإدارة الدولاب الحكومي لمجابهة تلك التحديات لسببين رئيسيين. السبب الأول الإلمام الشديد بتلك التحديات، والإلمام الشديد بدولاب العمل الحكومي على مدار السنوات. والحقيقة إحنا مستمرين خلال الفترة القادمة في دعم هذا النهج، وده ما يخليناش نقول إن لو حدث أمر يستحق الانتقاد أو يستحق تقديم سياسات بديلة إحنا مش هنقوم بكده، بالعكس كل أمر هيكون في مقابله تحليل سياسي واقعي، وما يستحق الإشادة سيتم الإشادة به، وما يستحق النقد هيتم النقد مع تقديم بدائل وحلول بديلة ليه. عظيم جدا. أنا بيعجبني بصراحة جدا في عندكم في التنسيقية إنه دايما في عندكم وجهة نظر وبتعرضوها وبتناقشوها وما إلى ذلك، ويمكن عملتوا ده مرارا وتكرارا، يمكن من وقت ما بقى في موجود معانا التنسيقية، من وقت ما ظهر الحوار الوطني إلى آخره. لكن بشأن التشكيل الجديد بالتأكيد أنتم تتناقشون يعني من بدري، مش هقولك حتى من النهاردة، في رؤية للحكومة الجديدة، شكل الحكومة، مش بتكلم هنا على الأسماء، شكل الحكومة، التطلعات بتاعتكم للحكومة. أنا عندي تطلعات متعلقة بالشأن العام المصري، وعلى أساسها يتم تشكيل الحكومة. حلو. الحقيقة مفهومنا للشأن العام المصري من خلال إطارين، إطار حالم بالمستقبل، احنا شايفين احنا محتاجين نحقق ايه في رؤية مصر 2030، واطار اخر متعلق بالتحديات الحالية اللي بتجابهها الدولة الوطنية المصرية على كافة حدودها الاستراتيجية، القضية الفلسطينية، عدم الاستقرار في السودان، عدم الاستقرار في ليبيا، لان دي تعتبر امن قومي مباشر للدولة الوطنية المصرية، بالاضافة للتحديات الاقتصادية التي طرأت، وعلى سبيل المثال اضطراب سلاسل الامداد وارتفاع اسعار السلع الغذائيه وصولا للازمه الروسيه الاوكرانيه، وصولا للشكل العالمي الجديد الذي يتشكل في التوقيت الحالي خروجا من رحم تلك الازمات. يبقى احنا قدامنا مسارين في التوقيت الحالي، هو مسار الاول مسار حالم بمستقبل الدوله الوطنيه المصريه كيف نتمناها 2030، ومسار
يعني في التوقيت الحالي يجب أن نجابهه في التوقيت الحالي متعلق بأزمات عالمية بتطل برأسها في الشأن العام المصري وبتؤثر على الشأن العام المصري. يعني أنا ليا مقولة بقولها للزملاء لينا أصداء القنابل بين روسيا وأوكرانيا إحنا بنشوفها وبنسمعها في ارتفاع السلع الغذائية في التوقيت الحالي، وده ملف غاية في الأهمية. فبالتبعية ده المسارين الرئيسيين نبني عليهم فكرة الحكومة. يجب أن تكون الحكومة القادمة هي حكومة تستوعب المسارين الرئيسيين دول ويقدروا يتعاملوا مع المشاكل الحالية ورؤية مصر 2030 بالجدية اللازمة ومجابهة تلك التحديات بكل ما يفرضه الواقع من سياسات وآليات لازمة للحل. صحيح 100%. أنا بشكرك جدا 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 سيادة النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.